السلام عليكم. في حادثة غريبة ومريبة تحدث لأول مرة في الجزائر، وبالضبط في ولاية مستغنم، أين عثر مواطنون على كل الموزعات الآلية والخاصة بصرف النقود في كل مراكز البريد والبنوك محطمة ومعطلة خارج الخدمة، أين طالت أيادي تخريبية بمدينة مستغنم ومنها في وسط المدينة والسلمندر ولاصية وأخرى متواجدة في البنوك. وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن شخصا مجهولا ثار غاضبا في الليل وقام بتحطيم هذه الممتلكات في جنح الظلام، أين نجحت المصالح الأمنية في تحديد هويته والقبض عليه في ظرف زمني وجيز واقتياده للتحقيق قبل تقديمه للعدالة.